اهلا بحضراتكم من جديد، بنرحب بضيوفنا في الاستوديو طبعا اللي شرفونا الحقيقه وفازوا بدرع الدوري شباب وشابات في الكاراتيه. الحقيقه الكاراتيه لعبه مهمه ولعبه فيصليه جوه النادي الاهلي. برحب بضيوفي الكابتن اشرف صالح مدير فني الكوميتيه. اهلا بك يا كابتن، نورنا والف الف مبروك على حصول الدرع بالنسبه للشباب. ان شاء الله مزيد من التوفيق ان شاء الله باذن الله تعالى. وبرحب بالكابتن طارق رجب مدير فني الكاتا. اهلا بك يا كابتن، اهلا وسهلا، والف مبروك طبعا حصول على درع الدوري شباب طبعا اكيد. يعني كابتن طارق، ابتدي مع حضرتك. يمكن الناس مش عارفه قد ايه الحجم اللي بيبذل جوه النادي الاهلي في الكاراتيه. لعبتنا كلها موجوده في المنتخبات، يمكن قوام المنتخب الاساسي من النادي الاهلي، يمكن اكيد في لعيبه في انديه ثانيه، ولكن القوام الاساسي في النادي الاهلي. خلينا نتكلم على الجزء الكاتا، الجزء اللي يخص حضرتك. شايف ازاي الموضوع جوه النادي الاهلي، والنادي الاهلي عرف الجمهور بحجم الانجاز جوه النادي الاهلي؟ احنا في النادي الاهلي عندنا اكاديميه بتبتدي بالبراعم. البراعم دي موجوده في مدينه نصر، وموجوده في فرع الجزيره، وموجوده في فرع الشيخ زايد. ثلاث فروع في الثلاث فروع عاملين اكاديميه كبيره، وكلهم من ابناء الاعضاء العاملين. هم دول النواه لابطال المستقبل للنادي الاهلي. فاحنا بنولي اهتمام كبير بالبراعم. اول خطوه البراعم. البراعم عندنا كم لاعب في البراعم؟ حجم كبير من ابناء الاعضاء. في ثلاث يعني فروع بالالفات تقدر بتهيألي. احنا بنوصل مثلا في اختبار الحزام الواحد بنوصل لحوالي 800 او 900 لما بينزلوا يختبروا امتحان حزام. 800 او 900 في الحزام الواحد. احنا بنهتم بيهم لان هم دول ابطال المستقبل، وكل الابطال اللي هم حققوا بطولات عالميه هم من ابناء النادي الاهلي منذ البراعم، هم حزام ابيض. يعني نقول المصنع الحقيقي يعني للرجال والابطال اللي شفناهم على مدار التاريخ النادي الاهلي. النادي الاهلي. وطبعا احنا بنشكر طبعا اعضاء مجلس الاداره السابقين والحاليين لان هم كانوا السبب في ان يدوا الفرصه والاستمرار لابناء النادي الاهلي ان هم يسافروا بره ويحتكوا بره، فرفعوا المستوى وقدروا يحققوا بطولات على مستوى العالم. طب احنا قلنا البراعم عندنا عدد كبير جدا، هم دول النواه. كلمني عن المراحل السنيه وعددهم تقريبا يا كابتن. احنا عندنا البراعم من 5 سنين ل9 سنين. تمام. دي بتبقى بطولات على مستوى القاهره حرصا على نفسيه الاولاد، ما يبقاش في ضغط عصبي على اللاعبين. معظمهم بيشتركوا وبينزلوا وبيكسبوا وياخدوا ميداليات. الاحتكاك الحقيقي من سن 10 سنوات. تمام. بيبقى في بقى مراكز اول وثاني وثالث وثالث، فبيبقى المنافسه جامده. صحيح. احنا عندنا مدربين على مستوى عالي في الكاتا، وبنوزع الاختصاصات بحيث ان احنا نقدر نوصل لمستوى الولاد لقطاع البطوله ونقدر ننافس. ودايما النادي الاهلي عودنا ان احنا لازم نبقى نمره واحد. صحيح. المركز الثاني ما يعرفوش النادي، ما نعرفوش الثاني ده مش صحيح. موجود عندنا الثاني زي العاشر. فاحنا اول. صحيح. وبالتالي احنا كل شغلنا على ان ازاي ناخد مركز اول عشان نبقى جديرين بتمثيل النادي الاهلي. المراحل السنيه عندنا كام يا كابتن؟ عندنا من 5 ل9 سنين، بعد كده في 10 11 12 13 15، بعد كده بقى 16 18 يمشي زوجي بقى خلاص ودرجه اولى. درجه اولى. ودي طبعا لقطات ارشيفيه من التمرين كقناه النادي الاهلي او كاميرا قناه النادي الاهلي كانت موجوده في التمرين. طب يا كابتن قول لي يعني ايه اللي يعني كلمنا على الانجاز الاخير، الانجاز اللي احنا بنحتفل بيه النهارده، درع الدوري حضرتك خدته مع الشباب. الحمد لله احنا ربنا وفقنا في درع الدوري الشباب، بيمثلوا ثلاثه هم ابطال عالم حصلوا على المركز الثاني في بطوله العالم في اسبانيا من شهرين ما شاء الله. مصطفى محمد رفعت واحمد السيد القطبي ومحمود محمود عمرو عزت. الثلاثه دول حققوا مركز ما شاء الله ثاني عالم جماعي في بطوله الشباب في اسبانيا ما شاء الله. ودي كانت الثلاثه من النادي الاهلي. وبالتالي لما نزلنا البطوله بتاعت الدوري كان سهل علينا ان احنا نقدر نكسبها لان مفيش منافس. مع ان في عندنا انديه منافسه جامده، كل الرواد والجيش طبعا طبعا. يعني فعلا منافسين جامدين، ولكن الفرقه بتاعتنا فعلا اثبتت انها ابطال عالم، وخلينا كلهم بيقفوا يتفرجوا عليهم. خلينا نقول برضو يا كابتن، نعرف الناس ان الكاتا ما فيهاش اشتباك. الكاتا يعني ده قتال تخيلي وبيبقى فيها يعني يبقى مطلوب منها توافق ما بين التوافق العضلي والعصبي جدا. ولازم الثلاثه يبقوا كانهم فرد واحد بيشتغل مرايه. بالظبط.
عايزين نعرف الساده المشاهدين بالكلام ده لان الناس مش عارفه الفرق بين الكاتا والكوميتيه. فحضرتك برضو ايه، احنا بنحب نوضح كل الموضوع ده ان دي لعبه تخيليه، اشتباك تخيلي ولكن في منتهى الخطوره، لان الحركه لو سبقت ما بين اللاعب والتاني الدنيا باظت. صح الحركه يعني الحركه الواحده بقت تفرق ما بين لعيب ولعيب، جزء من خسرت جزء من الثانيه. احسن احنا بننافس نفس على اول، عايز ساعات تمارين رهيبه. فيعني بيبذلوا مجهود خرافي علشان يقدروا ازاي يوحدوا الحركه مع بعض. الف مبروك يا كابتن، ان شاء الله مزيد بالتوفيق، يعني مركز ثاني عالم ما شاء الله. الحمد لله. كابتن اشرف، اجل حضرتك، حضرتك مدير فني الكوميتيه، يمكن الكوميتيه فيه شويه اشتباكات في موضوع، فيه محتاج حتى نوع اخر من التدريب بالنسبه للكاراتا. برضه عايز حضرتك تعرف الناس، طبعا الف مبروك الاول على الحصول درع الدوري للشابات، كلمنا عن الانجاز وبعد كده كلمنا عن الاعمار السنيه والاكاديميات في النادي الاهلي. هو بالنسبه للانجاز بتاع الشابات ده، خامس سنه ورا بعض على التوالي ناخد بيه الدرع ده، الدرع ده بالذات ما شاء الله، بالذات الدرع ده في السنه، في المرحله السنه دي نفس البنات ما شاء الله، مستمريه. مستمرين معانا من الناشئات، خدنا بيهم دروع، كبروا خدوا شابات برضو نفس المرحله، طلعت معانا في الشابات خدوا الدرع، خمس سنين متواصله بنفس المجموعه دي. وزي ما قالك كابتن طارق، كلهم من اولاد النادي من تحت خالص، يعني بنبدا بيهم من اول بسم الله الرحمن الرحيم من عندنا لغايه لما بيبقوا ابطال عالم من عندنا من النادي. طبعا المنافسه كانت قويه جدا جدا جدا، لان في نوادي اقوى منا بكتير. احنا عندنا برضو مشكله في الشابات او في معظم فرقه النادي الكبار، الحته التعليميه عندهم مهمه جدا جدا طبعا. يعني ثانويه عامه عندنا في الاهلي مش اقل من 95%، 95% ما شاء الله. عندنا دكتور مهند مجدي عضو مجلس اداره، يعني بطل عالم، دكتور مهند مجدي، دكتور مهند طبيب اسنان، دكتور اسنان. فهو طبعا عشان بطل عالم، بطل عالم، جيانا بطل عالم ست مرات في الكوميتيه ما شاء الله، ودكتوره بطوليه في نهائي صيدله دلوقتي، نهائي صيدله. كلهم كده، كل الفرق عندنا كده، مفيش عند كل كليات عمليه. اللي جالي منا ما نعرفوش، مع ذلك جايبين مراكز كويسه في وسط الضغط التعليمي دوت بقى والنفسي. الحمد لله رب العالمين، ربنا كرمنا وعرفنا نعمل بيه. ابرز المنافسين كان معاك مين يا كابتن؟ في النوادي الثانيه. طبعا كان يمكن سموحه والزهور. سموحه والزهور وقدرنا نتغلب عليهم. الحمد لله عدينا كله، ما كسبناش ولا ماتش، ما خسرناش ولا ماتش ما شاء الله، لا ولا ماتش في البنات خسرناه. طب مين ابرز اللاعبات عندك يا كابتن بيمثلوا منتخب مصر برضو نحب نعرف الناس بيهم؟ مش عايزين نقول اسماء حد عشان الباقي ما يزعلش. دي يعني لقطات من درع الدوري، مباراه درع الدوري يا كابتن. ده الدوري. ده الدوري. اتفضل يا كابتن. يعني بدل ما اقول اسماء والناس تزعل، انا يعني هم 10 لعيبات هم اشتركوا في الدوري، في منهم دخل المنتخب بس ما فيش، في منهم واحده خدت عالم، ثالث خامس عالم بس اللي هي سندس عدد، دي خدت خامس عالم تقريبا. الاعمار اللي بعد الشابات والشباب في الكوميتيه في كتير واخدين ابطال عالم كتير، يعني زي الدكتور مهند اللي انتوا عليه، دكتور مهند جانا، في محمد الكوبي، في كتير بقى اسماء كتير مش عايز اذكر لان كتير قوي كتير. لما الشابات لسه ما فيش غير يمكن سندس خدت خامس عالم شابات. بس انا اعرف ان في لاعبات كتير شاركوا على مدار التاريخ، ولاعبين شاركوا في بطوله الاساتذه كمان، يعني مش بس بطولات عالم. ما الاساتذه دول الكبار مش للشابات بالظبط، ما بيخشش. لا الكبار، انا قصدي الكبار بس، هي بتبقى بيخش فيه افضل 8 او 9 لاعبات او لاعبين. لا كانت زمان، او كان زمان 8 الاوائل، 8 الاوائل بيعمل لهم بيهم دوري بالظبط. دلوقتي ليها نظام ثاني، فيها حسبه ثانيه، بيختاروهم الاتحاد الدولي، بيبعت للاتحاد المصري، هو اللي بيحدد الاسماء اللي محدده انها تلعب بطوله الاساتذه. ففي عندنا كتير برضه سافروا في الكبار، قلت لحضرتك في كلامي ان في كذا، يعني في لعيبه ولعيبات سافروا بطوله الاساتذه وخدوا مراكز. دي سندس اللي بتلعب يا كابتن صح؟ دي سندس. دي كانت مباراه ايه يا كابتن؟ سموحه بتهيألي ولا؟ لا مش شايف قوي بصراحه. بعيده قوي، مش باينه، يمكن الصوره بعيده. دي كانت تقريبا تاني مباراه سندس يعني. طب يا كابتن قول لي برضو، يعني كلمنا على الاكاديميات، عند حضرتك قد ايه يعني لاعبين ولاعبات برضو نفس، هل نفس الكلام بالنسبه للكاتا زي ما قال كابتن طارق، ولا الموضوع مختلف عن الكاتا؟ هو زي ما قال كابتن طارق الكلام ثابت تقريبا، ان هنا في مدرسه وهنا في مدرسه، وغالبا في الاول، في الاول بدايات بتبقى مدرسه واحده، بعد كده بتتفرع كاتا والكوميتي، برضه مدارس بس كاتا وكوميتي. من سن كام يا كابتن بتبتدي تفصله ما بين الكاتا والكوميتي؟ ما فيش سن محدد، بس هو السن المعترف بيه في الاتحاد المصري 9 سنين. 9 سنين تحت 9 ممكن العب كوميتي. قبل 9 ما فيش ممنوع الكوميتي. عشان الاشتباكات. هو اصلا على مستوى العالم 9 كمان ما فيش، و10 ما فيش، ولكن هنا في مصر بيشتغلوا في 9 و10، فبنشتغل على هذا الاساس ونجهز الاولاد من هذا السن. بالنسبه للاعداد
ما فيش عصر، العدد كبير قوي يعني، عندي في الكوميتي في المدارس ثلاث فروع، فيمكن 1000 1500 على الاقل يعني. ما شاء الله، ما شاء الله. خلي بالك لازم علشان اطلع بمستوى يوصل لمستوى عالم زي اللي حضرتك اسماء اللي قلناها دلوقتي بالزبط. لازم تبقى قاعده كبيره قوي. صحيح، ما ده اللي لما اطلع بالهرم بالزبط. فوق يبقى الهرم مش مقفول خالص، يبقى مفتوح شويه بالزبط. بحيث ان العدد اللي فوق ما طلعش لاعب او اثنين او لعيبه، يطلع عدد كتير. عندي عندنا في النادي الاهلي كتير زي ما قلت حضرتك واخدين بطولات عالم، بطولات دوليه. طب قول يا كابتن، على مستوى الكبار والشباب والشابات بالتقريب كده احنا بنمثل كام في الميه من منتخبات مصر؟ اخر احصائيه احنا عملناها في بطوله الجمهوريه، اخر احصائيه اتعملت في بطوله الجمهوريه 47% من نتائج بطوله، من نتائج القاهره، منطقه القاهره. احنا طبعا منطقه القاهره بنيجي نلعب جمهوريه بنلعب باسم منطقه القاهره. تمام. النتائج اللي جابتها منطقه القاهره في بطوله الجمهوريه 47% منها باسم النادي الاهلي، يعني تقريبا النص تقريبا، يعني النادي الاهلي بيحصل على نص البطولات اللي موجوده في مصر. طب كلاعبين بقى في المنتخبات احنا طبعا يعني عدد تقريبا كام في الميه من اللاعبين مش نتائج؟ لا ما اقدرش احصر لك بالظبط لانها بتتغير، بتتغير كل شويه. كل البطوله بتتغير وكل سنه بتتغير. طب خليني اسالك يا كابتن طارق، يعني ايه اللي احنا شايفه محتاج في الكاراتيه؟ ايه اللي الكاراتيه محتاجه؟ ايه الفتره الجايه طلباتكم عشان نزود العدد يبقى عندنا؟ يعني احنا يعني النادي الاهلي دايما عنده طمع للبطوله، عنده طمع للانجازات. شايف ايه اللي النادي اللي الكاراتيه محتاجه؟ هل محتاجين بطوله كبيره دوليه تبقى عندنا في النادي الاهلي؟ هل محتاجين استضافه بطولات اكتر؟ يعني كلمني ايه اللي محتاجينه نعمله، نعمل بيه طفره للكاراتيه. احنا يعني الحمد لله سبق ان احنا عملنا بطوله الاهلي الدوليه من سنه ونص او سنتين، وبنامل ان احنا تتكرر تاني بالظبط، لان هي فعلا عملت يعني البطوله اشتق يعني حوالي 5000 لاعب اشتركوا في البطوله دي، وكان جنسياتهم كتير كده يا كابتن صح؟ وكان يعني مكسب كبير جدا للنادي الاهلي في صحيح. في البطوله دي صحيح. ويعني بنتمنى ان احنا نكررها ونجيب ناس من بره عشان السياحه صحيح كمان. طبعا لان النادي الاهلي كبيره للبلد طبعا، له الرياده في الامور دي كلها صحيح. بالنسبه للطلبات احنا كنا طلبنا حاجات مجلس اداره وافق عليها، اللي هي زي تكييف الصاله بتاعت مدينه نصر والصاله في الجزيره، يعني مشكورا يعني هم توافق عليها وفي طبعا عشان عندنا 2020 الاولمبيات، فاحنا عندنا ابطال عالم محتاجين رعايه. يعني تتوقع ان احنا ممكن ناخد ميداليات يا كابتن باللعيبه اللي موجوده الحاليه؟ خلي بالك احنا دلوقتي 2018، الموضوع سنتين، يعني بتهيألي الجيل الموجود دلوقتي ده هو اللي هيلعب 2020. ما هم شايف ان احنا ممكن ناخد ميداليه او اكتر اولمبيه؟ ان شاء الله عندنا ابطال عالم واخدين اول، يعني جانا فاروق واخده اول 6 مرات، ربنا معاها. فمحتاجين الرعايه والاهتمام والاستمرار، ولازم يشتركوا في بطولات كتيره بره صحيح. فمحتاجين دعم من النادي في الموضوع ده صحيح، لان هتبقى سابقه اولى ان النادي الاهلي عنده لعيبه. هل ممكن يحصل ده بالتنسيق مع الاتحاد المصري؟ يعني الاتحاد المصري الكاراتيه برضو اكيد يعني كل الاتحادات بتعاني من ازمه سيوله وازمه تمويل، والنادي الاهلي الحقيقه ليه دور ريادي في الموضوع ده حتى في كل الالعاب مش بس كره القدم. فالحقيقه ممكن يتبنى على الاقل لعيبته ان ممكن اللعيبه دي تكون في يوم من الايام ابطال اولمبيه، و2020 تجيب ابطال او تجيب ميداليات تحط مصر في تصنيف تاني خالص في الاولمبيه. هو فعلا يعني كابتن محمود الخطيب وعدنا بالاهتمام باللعيبه الابطال دول وبرعايتهم، واحنا واثقين يعني أكيد في ان أكيد. هو هيهتم. وهي يعني خلينا نقول النادي الاهلي، وشفنا تكريم الابطال اللي حصل من حوالي 10 ايام، النادي الاهلي طبعا ممثل في مجلس ادارته بيقف واقف يعني مسافه واحده من كل الالعاب وبدعم واحد الحقيقه. اكيد اكيد. وطبعا وجود دكتور مراد عاصم رئيس جهاز طبعا الكاراتيه المدير النشاط الرياضي السابق، الحقيقه دكتور مراد من الاسامي الكبيره اللي وجودها برده في جهاز الكاراتيه اكيد بيدي دفعه كبيره جدا للكاراتيه ككل، خاصه ان هو تتلمس على ايده ناس كتيره جدا مدربين ولاعبين دلوقتي. الدكتور مراد احنا بنعتبره الاب الروحي لكاراتيه النادي الاهلي صحيح، لان هو من بدا يعني من سنه 93 وكان عدد اللعيبه حوالي 40 لاعب. كان معايا ضيفي وكان قاعد مكان حضرتك وحكى لي بالترتيب وسنه لغايه ما يطلع بالمنظومه اللي احنا موجودين فيها دلوقتي وحققنا فيها بطولات عالم. فالراجل يعني صراحه بذل مجهود ويشكر عليه، وربنا يديله الصحه ويكمل المشوار ان شاء الله ل 2020 عشان نقدر نحقق بطولات ان شاء الله. طب كابتن اشرف، يمكن اجي لحضرتك حته 2020 طبعا البطوله الاولمبيه. خلينا نقول لما تبقى في لعبه اولمبيه بنشوف، لو ما كانتش اولمبيه وتبقى اولمبيه بنشوف منافسه شرسه بقى، تبتدي الفرق الدول الكبرى
مش هتبص بطوله عالم بقى، لا دي بتبص الميداليه الاولمبيه. وخلينا اقول ان في امريكا والدول الاوروبيه نمره واحد اللعيب الاولمبي، مش اللعيب اللي بيلعب كاس عالم، لا اللعيب اللي بيلعب اولمبيات. منافسه تبقى شرسه، ممكن لعيبه عندنا كتير كانت بتحصل بطوله عالم محتاجه دعم زياده، محتاجه احتكاك اكتر عشان تحافظ على مكانها. شايف ان النادي الاهلي بالتقريب عنده كام لاعب يقدر يكمل المشوار ده لغايه 2020؟ انا بتكلم طبعا على الحته بتاعت حضرتك الكوميتي. يعني انا متوقع شخصيا يعني لو اهتمينا بالشروط، طبعا كله بالشروط مش كده طبعا، مش مفتوح، مفيش حاجه مفتوحه، والنجاح ما بيجيش بسهوله يعني. عايز الشروط كتير اللي الارض موهده ليهم في النادي الاهلي ان هم يكسبوا لمصر اولمبيات في الكوميتيه. اثنين محمد الكتبي، جانا فاروق. محمد الكوردي وجانا، وجانا اوريدي بطلت عالم. لا ما بطلت عالم ما كانش في اولمبياد، دلوقتي بقى في اولمبياد زي ما حضرتك قلت كده. النظام بيختلف تماما، شرسه في حسابات ثانيه غير فنيه. مش والله يا كابتن عارف، اصل خد بالك اه بحسابك، برافو عليك. اول ما اللعبه بتخش تبقى اولمبياد بتلاقي اللعيبه طلعت ما تعرفش منين، وجنسيات لعيبه، اللعيبه اتجنست ولعيبه ولعيبه عشان نحافظ. احنا مثلا في الاسكواش دلوقتي احنا ابطال عالم، طب حط الاسكواش لعيبه اولمبيه، هتلاقي منافسه، هتلاقي لعيبه طلعت لك غريبه بدأت تاخد ميداليات. يعني حسب معلوماتي في امريكا كمثال، مثلا لنا معارف في امريكا بتوع كاراتيه راحوا امريكا عايشين هناك، فبيبلغونا يعني باللي بيحصل على الاقل من سنه ونص على الاقل، شغالين على حته ان هم يجهزوا الاولمبيات الكاراتيه، يجهزوا الاولمبيات الكاراتيه. اتكلمنا عن اليابان برضه، هل احنا يعني اليابان اكيد لعبه كبيره، حتى اسم كبير عندهم الالعاب دي، الالعاب القتاليه دي نمره واحد يمكن في اليابان، يمكن اكتر من الصين كمان. شايف الصين بره بعيد خالص عن الصين بعيد. خلينا نشوف اليابان يعني هيبقى ليها دور كبير، هل احنا بنقدر ناخد منها ميداليات؟ شايف ده ازاي؟ اليابان كانت نمره واحد في العالم لغايه قبل ما نخش في الوك اللي هو نظام الاوزان، انا بتكلم على الكوميتي الاوزان. بعد كده لما دخلنا الاوزان اليابان نزلت تحت شويه في الترتيب وطلعت اوروبا. طلعت اوروبا، اوروبا اسبانيا فرنسا المانيا طلعوا فوق. طب كابتن خليني ارجع لحضرتك في الحته دي بالتفصيل، بس معانا طبعا تليفون دكتور مراد عاصم طبعا رئيس جهاز الكاراتيه. اهلا بيك يا دكتور. اهلا بيك يا حضرتك، منورنا والله، وكنا طبعا اكيد بضيوفي في الاستوديو الكابتن طبعا. انتوا منورينا دايما ودايما بالنجاح والتوفيق. وكابتن اشرف بيمسح حضرتك وكابتن طارق طبعا، وبنشكركم على البطولات الجميله اللي طبعا منورانا في الاستوديو، ونتمنى طبعا مزيد من البطولات دي يا دكتور. ان شاء الله دايما مسكتنا هيثم عشان متعودين على كده. حقيقي صحيح، ما كنا لسه بنتكلم دلوقتي يعني الحقيقه مجهود تشكر عليه. دكتور كلمني عن مستقبل الكاراتيه في النادي الاهلي، كلمني على زي ما بيقولوا الشورت رينج واللونج رينج، كلمني على الفتره القريبه والفتره الطويله، خاصه ان في اولمبيات 2020، كلمني عن مستقبل الكاراتيه في النادي الاهلي. طيب بص، احنا الكاراتيه في النادي الاهلي يعني متصدر لفتره من 10 ل 15 سنه على الاقل. احنا طبعا ابتدينا المنظومه الجديده دي بقى لنا 25 سنه. ما لسه بيقول من 93 كابتن طارق بيقول لي 25 سنه احنا ابتدينا نبني وبنينا بنيان قاعدته قويه وكبيره، وقدرنا نحط نفسنا على الصداره لسنوات متتاليه. انت عندك مثلا فريق الشباب اللي كسبان اول امبارح ده، الفرقه دي بتكسب لخامس مره على التوالي ما شاء الله. ما لسه كابتن اشرف كان بيقول الحقيقه، فده كلام، ده كلام بالنسبه للعبه دي كلعبه غير اولمبيه. لكن النهارده الكاراتيه دخل بقى لعبه اولمبيه، ده نظام تاني خالص، معركه كبيره. هذا موضوع مختلف، انت عارف ده موضوع علمي صحيح. ما هواش مجرد اجتهاد. الالعاب الاولمبيه عشان احنا نقدر نشارك فيها محتاجين عدد كبير من المشاركات الدوليه، لان في تصنيف عالمي صحيح. والحقيقه احنا اتكلمنا مع اداره النادي الاهلي في هذا الموضوع، وقلنا ان احنا محتاجين ولادنا، ولاد النادي الاهلي ولاد منتخب مصر يتصنفوا صحيح، يتصنفوا لازم يشاركوا في عدد كبير من المسابقات، ومشاركه في عدد المسابقات يعني فلوس. ومفيش اتحاد يقدر على الاقل من اتحادات الالعاب الشهيره اللي ما عندهاش ايرادات بالملايين دي، ما تقدرش تصرف على الكلام ده، مش ممكن. فمجلس اداره النادي الاهلي وعدني انه هيتم رعايه ولادنا المتفوقين بحيث انه يبقى عندهم فرصه المشاركات الدوليه اللي تضعهم على صداره التصنيف الدولي، والا مش هنقدر نشارك بيهم العاب اولمبيه. صحيح. واحنا الامل ان يبقى عندنا من ولاد النادي الاهلي حد مصنف متقدم في التصنيف علشان يشارك في اولمبياد 2020 باسم الكاراتيه اللي هتعمل اول مره. صحيح. لو النادي الاهلي قدر يدعم ولاده ويساعد الاتحاد والاتحاد يساعده، يحطوا ايديهم في ايدين بعض بحيث انه الاولادنا دي تتصنف وتجيب ميداليه اولمبيه لمصر، احنا طبعا هنبقى يعني اقول لك ايه،
احنا مفيش ميداليه اولمبيه دخلت النادي الاهلي قبل كده. دي الاولى لو ربنا رايد خير يا رب. بس خلي بالك دي مسؤوليه كبيره يا دكتور مراد، وزي ما قلنا يعني الحقيقه يا باشا دي مش مسؤوليه، ده حلم. ما خلي بالك الحلم مش هتحقق الا بمجهود، وانا بتوقع يعني انا متوقع الحقيقه ان شاء الله ان احنا يعني باذن الرحمن نحتفل يوم 2020 باول ميداليه اولمبيه جوه النادي الاهلي يا رب ان شاء الله. اتمنى هذا، وانا عارف ان مجلس اداره النادي الاهلي بينظر للامور الرياضيه بطريقه مختلفه، خاصه ان ميداليات الاولمبيه دي حاجه غاليه علينا كلنا، على مصر كلها. يبقى النادي الاهلي هو رائد دائما، فايه الغريب انه يبقى رائد في دي كمان. صحيح صحيح. انا متوقع انهم هيدعموا دعم كامل، وهم قالوا لي بس لسه الدراسه بقى والميزانيات وال اكيد يعني في لسه في شغل ان شاء الله ان شاء الله. دكتور مراد عاصم يعني الحقيقه مجهود تشكر عليه، ونتمنى التوفيق لحضرتك، ونتمنى ان شاء الله مزيد من البطولات. دكتور مراد عاصم البركه فيكم وفي الناس اللي عندك دي، احنا لهم امشوا من هنا تعالوا هم تعبانين اكتر مننا بكتير. طبعا يا دكتور، وده دور حضرتك اكيد، بتحب طبعا تشتغلوا بروح الفريق. دكتور مراد عاصم رئيس جهاز الكاراتيه بالنادي الاهلي، شكرا جزيلا لحضرتك، نورتنا وشرفتنا بهذه المداخله. الحقيقه ارجع لحضرتك كابتن اشرف، يمكن مداخله كابتن مراد مهمه، لان هو الراجل يعني ليه باع وزراع كبير جدا طبعا في تنميه الكاراتيه حتى في نادي الاهلي، واللي كان بدوره مردود كبير على المنتخبات. ارجع لحضرتك في حته المستقبل برضو اللي حضرتك كنت بتتكلم عنها، اتفضل يا كابتن اشرف. وكنا وقفنا عند اليابان بالظبط. حضرتك اليابان كانت في الاول خالص هي نمره واحد، لغايه لما دخلنا في اليوكو ابتدى يخش الاوروبا تبقى هي في الترتيب الاولاني، نزلت تحت شويه في الترتيب اليابان. قعدوا خططوا التخطيط السليم المظبوط العلمي الاكاديمي العملي طبعا زي ما انت عايز بقى. بتاخد بالعلم دلوقتي ولسه حاليا مراد بيقول لك الموضوع علمي دلوقتي. خلاص لما دخلت اولمبيات يا باشا شيل تاني خالص، هم بيرسموا الاولمبيات من كام سنه دلوقتي، بقى لهم 3 4 سنين على الاقل في بطولات العالم مكتسحين معظم المراكز الاولانيه، سواء كابتن عند كابتن طارق او كوميتيه عند العبد لله، على مستوى العالم واخدين مركز اول كتير قوي. صحيح. طب خلينا نقول ان اليابان هتسيطر بشكل كبير جدا على الميداليات لو حتى في بطوله اولمبيه. خلينا نقول ان برضو في دول زي امريكا حضرتك بتقول بتدرس وبتشتغل بتشتغل من فتره لانها حاطه عينيها على الاولمبيات وبتبقى دارسه المفروض تجيب كام ميداليه وتطلع الاول ازاي. هتلاقي اوروبا نفس الكلام. خلينا نتكلم عن اوروبا شويه، لان اوروبا الاقرب لنا يمكن لعبهم قريب من لعبنا اكتر، عندهم خبره اكتر من امريكا بالظبط. خلينا نقول اوروبا مين الدول اللي شايفها برضه هتخش في الساحه بشكل كبير قوي لغايه 2020؟ هي معظمها هتلاقيها مش هتطلع بره فرنسا، يمكن تركيا شويه، ممكن اسبانيا، دول اكتر ثلاث دول او اربع دول. في دول ثانيه بس مش يعني، بس دول اكبر ثلاث دول ممكن يكون لهم منافسه كبيره، منافسه كبيره وبياخدوا مراكز كتير في بطولات العالم. صحيح. بالذات فرنسا واسبانيا، انجلترا لا شويه بعيد كده يعني. لا ان شاء الله يعني كلنا وراك وكل الدعم وراك. في العالم احنا في على مستوى العالم احنا بننافس ناس بقوه وبنتخطاهم انما زي ما قلت في الاول موضوع، وحضرتك برضو قلت موضوع الانبات موضوع تاني خالص معركه تانية خالص وشغل تاني من دول كبرى ودول عظمى هتلعب على يعني حسب انا فاكر وانا في امريكا مره قالوا لنا ان انا اهتم بلاعب سباحه يجيب لي 5 ميداليات، ولا اهتم بفرقه 11 لعبه تجيب لي ميداليه؟ لا انا اهتم بلاعب. برافو عليك. هم عمليين جدا بيقدروا يجيبوا الميداليات من اي مكان. لا شفنا السباحين الامريكان بيلعبوا رفع اثقال حاجات كتير، لاعب لوحده جايب 7 8 ميداليات بيبقى داخل كذا ايفنت فبيجيب ميداليات كتير. صحيح. طب كابتن طارق، يمكن تمثيل الكاراتيه في مجلس اداره النادي الاهلي في الدكتور مهند مجدي الحقيقه لتاني دوره على التوالي اكيد دي ثقه الجماهير العموميه، ده ان ده اللي فيدل ان الكاراتيه ليه مكانه كبيره جوه اعضاء الجماهير العموميه. يعني خلينا اقول الممثل او يبقى الممثل عن الكاراتيه جوه النادي الاهلي او جوه مجلس اداره النادي الاهلي ده بيدي دعم للفرقه، بيدي دعم للعبه، ولا شايف ده ازاي؟ اكيد طبعا الدكتور مهند جوه في مجلس الاداره بيدعم جهاز الكاراتيه وبينقل صوتنا وطلباتنا اسرع طبعا غير ما يكون ما فيش حد موجود جوه. لكن هو مجلس الاداره صراحه معظمه من الناس اللي احنا يعني عارفينهم من زمان موجودين، فعلاقتنا بيهم طيبه جدا وياما سافروا معانا ورؤساء بعثات فالعلاقه الحمد لله اسره واحده بتهيألي فاي طلبات احنا بنطلبها مجلس اداره بيقدر ينفذها، هم ما بيتاخروش. وحضرتك يعني قلت لي ان نفسك موضوع البطوله الدوليه تاني ترجع لتعاملك من سنه ونص او سنتين، لان دي خطوه ممتازه بالنسبه للنادي الاهلي. النادي الاهلي من الامكانيات حتى الملاعب الصالات عندنا نستوعب اي عدد عندنا عندنا صاله مغطاه ممتازه يعني الصراحه، وقدرنا ننفذ فيها البطوله الاولانيه، ونتمنى ان احنا نعمل البطوله الثانيه بدعم من مجلس الاداره
وهنحاول ان احنا نرسل للدول الخارجيه انها تيجي عشان نزود السياحه. فتدي انطباع عن مصر، فتدي انطباع ان احنا النادي الاهلي هو موجود ومصر موجوده ان شاء الله. ربنا هيوفقنا ان شاء الله. الله ينور عليك يا كابتن. طبعا نورتيني وشرفتيني كابتن طارق رجب مدير فني القطاع في النادي الاهلي، ومبروك على بطوله الدرع الدوري للشباب. الف الف مبروك يا كابتن، نورتيني وشرفتيني. الله يخليك، متشكر جدا. كابتن اشرف صالح طبعا مدير فني الكوميتيه، الف مبروك على الدرع الشبات والفوز للسنه الخامسه على التوالي. الله يخليك، الف مليون مبروك، نورنا وشرفنا. الله يخليك، ان شاء الله يكون بينا لقاءات كتير اكيد ان شاء الله. ان شاء الله. اعزائي المشاهدين، طبعا بنشكر مدربينا العظام في الكاراتيه على هذه البطولات، ونتمنى ان شاء الله مزيد من المجهود والعرق عشان حتى ان شاء الله 2020 نحتفل بميداليه اولمبيه داخل النادي الاهلي. الحقيقه ده هيبقى يوم عيد كبير وحلم زي ما قال دكتور مراد عاصم لينا كلنا. خلينا نطلع لتقرير مهم. عندنا اللاعبه مريم متولي، طبعا من اللاعبات المؤثرات جدا في الفريق الاول للكره الطائره سيدات. اللاعبه تعرضت لاصابات، اصابه يعني مش متكرره بس تراكميه في الكتف، اختاروا انهم يعملوا العمليه من حوالي 4 أو 5 شهور. مريم بدات تعود واحده واحده. البطوله العربيه كان متخطط ليها انها تلحقها اللي فاتت في شهر ديسمبر، ولكن ما قدرتش، استمرت في العلاج الطبيعي. مريم نزلت التمرين على اعلى مستوى، بدات دلوقتي تنزل التمرين وتضرب الكور، وبدات تخش بشكل كبير جدا استعدادا طبعا لبطوله افريقيا القادمه. في تقرير طبعا عملناه مع مريم، هنشوف التقرير ده وهنرجع طبعا نستقبل ضيوفنا في تنس الطاوله. هنستقبل الكابتن محمد عبد الحميد والكابتن مروان محمد، يعني هنستقبلهم في الفاصل، بس نشوف تقرير مريم الاول وارجع لحضراتكم. الحمد لله انا رجعت التمرين داخله في شهر اهو، وابتدينا الاول التمرين تدريجي. كابتن حمدي وكابتن ياسر مش بيتقلوا عليا قوي، وشغاله الفتنس مع كابتن رانيا، وابتديت الحمد لله بقى لي يعني الاسبوع ده احسن شويه ان انا ادخل الماتشات عشان ابتدي اتعود ارجع يعني واحده واحده. يعني طبعا احنا بننافس كذا فريق في الدوري، بس ان شاء الله يعني كالعاده نكسب الدوري والكاس ونستعد لافريقيا كويس. يعني اقرب المنافسين لينا فريق الشمس، هو الوصيف لحد دلوقتي في الدوري، احنا وهم وسبورتنج بننافس. يعني طبعا احنا ان شاء الله نفسنا نكسب افريقيا السنه دي ونعوض خساره السنه اللي فاتت، وان شاء الله يعني استعدادنا قوي ليها من خلال معسكر، عندنا معسكر بره ان شاء الله في سلوفينيا، وان شاء الله البطوله طول ما هي على ارضنا ده طبعا يخلي علينا ضغط كبير ان احنا ما ينفعش خالص نخسر ان شاء الله، ونركز ان شاء الله في ماتشات الدوري والكاس، ده برده هيبقى استعداد لينا قوي ان احنا نكسب يعني ان شاء الله. We'll be right back.